يرحم والدينا. على كل حال نشكركم مجددا على الحضور، ونشكر الإخوة أعضاء لجنة الخدمات للمجهودات التي قدموها لإنجاح هذا الحفل، ونشكر السلطات بحفظ الأسماء والألقاب على كل حال، ونشكر شيوخ الزوايا ممثلة في شيخها سيد رقاني مولاي محمد على، وشكره شكرا جزيلا، وأشكره شكرا خاص لأنه على كل حال هو قبل أن يكون شيخ الزوايا وهو زميل كما سبق وأن قال، ونشكره على التشجيع اللي هو يقدمه لنا على كل حال، ونشكر جميع الحاضرين. وباختصار جدا أقول لكم شكرا على الحضور، وشكرا على الاستماع، وشكرا على الإصغاء. المهم التحدي وهو العمل اللي اتفقنا عليه، لازمنا نتلاقوا النهار في مؤخر في نهايه العمل في بصوره جيده وخدمات حسنه، وان شاء الله نكون عند حسن الظن، ونكون عند حسن الظن. هذا ما اعهده فيكم، والشيء اللي انا متعاهدين عليه هو حسن الظن والعمل لاجل المريض. لا شيء سوى المريض، لا شيء سوى المريض، لا شيء سوى المريض هو اللي يجمعنا، وهو اللي يفرقنا، وهو اللي على كل حال إذا نجحنا في خدمة المريض أرانا نجحنا. التحدي اللي عندنا إذا نجحنا استطعنا باش نقنعوا المريض باش راه يدي حقه في الصحة، لا أقول لحسن الحظ أو لسوء الحظ أنه صدر قانون الصحة، ونظن جماعة المتتبعين الأخبار صدر قانون الصحة، وفيه إن شاء الله إيجابيات. تلك الإيجابيات إن شاء الله رايحين نقتطفها اقتطافا ان شاء الله بالمجهود من الاداري اللي معايا، والمراقب المالي على كل حال راه معانا، والامين الخزينه معانا، رايحين نختطفوا كل الثمرات اللي في القانون الجديد هذا لصالح العمل. لما نخدم العمل ان شاء الله العمل راح يخدم لنا المريض، كي يخدم لنا المريض ان شاء الله نوصلوا للنتيجه لاننا نسعى من اجلها. من اهم الاهداف اللي رانا رايحين نحققها على كل حال، الخطه اللي رانا رسمينها مستقبليه هي ترقية الصحة، لأن في القانون أصلا ترقية الصحة، ترقية الصحة معناتها تقديم الخدمة للمريض سواء المنزلية نروحوا له حتى للدار نتاعو، أو الخدمة في المؤسسة، أو خدمة خارج المؤسسة. هذه أهداف مرسومة في قانون هذا إن شاء الله، رايحين إن احنا نسرعوا في التطبيق نتاعها. هذا هدف، أهداف هذه راهي مسطرة على كل حال، ما نستطيعوش باش نلقاها عليكم امامكم هنا لانها رايحين نتعبوكم بها، ولكن ان شاء الله الهدف نتاعنا رايحين نستقطبوها استقطابا وننفذها تنفيذا ان شاء الله بالتعاون معكم على كل حال. اشكركم واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وراكم على كل حال مسرحين مع اللي بايعين.